طبق الكفته عملته لكم اهو، شفتوا حلاوته وجماله وما اخدش وقت نهائي، وكل حاجه مظبوطه والكفته سليمه اهي، لا فكت ولا اي حاجه. شوفوا الكفته سليمه وصحيحه اهي، ما فكتش ابدا والحمد لله زي الفل. البطاطس تمام استوت وكله تمام. ايه رايكم بقى؟ في تسلم ايديك يا بسكوته. يلا بقى سبسكرايب ولايك، ما تنسوش بقى تكتبوا لي تعليق جميل كده من تعليقاتكم الحلوه، وشكرا لكم، دمتم بخير، مع السلامه. السلام عليكم ومرحب بكم من قناتي بسكوتة. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. ان شاء الله انا بعمل معكم فيديو كده لذيذ، اعمل معكم كفتة رز، يعني وجبة غدا كده لذيذة، حاجة كده على الخفيف على السريع. يلا نسمي بسم الله. معايا هنا بقدونس، يعني تقريبا يعني حزمة صغيرة من البقدونس مغسول ومقطع. معايا حوالي 3 كيلو لحم مفروم، معايا حوالي 1 كوباية رز، انا مش هناخدها كلها على فكره لان الرز لما بيزيد بيبقى طعمها مش لطيف. معايا هنا بصلايه معاها ثوم، معايا هنا شويه من الشطه، هنا بهار مشكل، دي قرفه حاجه بسيطه كده، معايا ملح، معايا فلفل، ملح وفلفل. اوكي ايه الحاجات دي كلها، كل ده هنخلطه مع بعض هنا ونقلبه، بعد كده نضربه هنا في الكبة. يعني مثلا اول حاجة ناخد اللحم، وبعدين هنحط شوية من الرز ونشوف. اوكي بعدين هحط معاها الخضرة، الحاجات دي كلها هتنطحن تاني في الكبة، الحاجات دي هتنطحن مرتين، هتتاخد لفتين في الكبة. وبعدين هحط معاها الخضرة، الحاجات دي كلها هتنطحن تاني في الكبة. وبعدين البصل على فكرة احنا الكفته بنحبها مقليه كده. على بقى الكفته بعد ما حمرناها هنيجي بقى نطبخها. اول حاجه عملت ايه، حطيت حله فيها شويه زيت او سمن زي ما تحبي زي ما انت متعوده، وبصلايه قطعتها صغير وخليتها تتدبل كده في الزيت كده تمام، بعد ما لونها شويه يعني تدي تاخد لون شويه يعني لون ذهبي حتى. نعمل ايه، هنيجي حاطين معاها طماطم، شايفين اللون، اللون بقى دهبي وحلو قوي. معايا بقى الطماطم، الطماطم اللي انا عاملاها صلصه هنا في البيت اهي، تمام كده نقلبها لحد ما تتقل وتتثبت. معايا هنا كده خلاص كده، حط بقى معاها ملح وفلفل، بس ما تكتريش الملح لان الكفته نفسها وهي بتتعمل بتتخلط اساسا كان محطوط فيها ملح ومحطوط فيها بهارات، فالملح والبهارات هيبقى قليل، بس انا هحط شويه بس من الفلفل، وكمان الثوم، الثوم ده حلو قوي، شويه من الثوم اهو، الثوم ده حلو قوي قوي في الطبخ وخصوصا مع الكفته بيدي لها طعم حلو قوي قوي. انا قلت لكم ان انا هنا حاطه بطاطسايه مقطعاها هنا مكعبات، بتطبخ على حسب الناس اللي معايا يعني اللي حسب مزاجهم. انا حطيت تقريبا 4 مكعبات اهيت كده، مكعبات هي مكعبات كبيره شويه عشان تتحمل، و هتتحط مع الكفته وتتطبخ. هنطبخ معاها بقى، اطبخوا معاها رز بشعريه هتبقى حلوه قوي. إيه الحله بدات تغلي، نحط بقى الكفته، بسم الله الرحمن الرحيم، نحط معاها البطاطس
واقلب بقى. خلاص تتغطى. تغلي الاول نار عاليه وبعد كده هدي النار وسيبيها شويه، مش هتاخد وقت على فكره. ده بقى طبق الكفته عملته لكم، ما اخدش وقت نهائي وتعمل بسهوله جدا، وصحه وهنا على قلبكم. يلا بقى لو عجبكم بقى ما تنسوش بقى اشتراك ولايك سبسكرايب.